مساء الخير وتحياتي لجميع مشاهدي قناة دبليو تي في ومتابعي برنامج هنا ليبيا. في حلقة اليوم سنتابع موضوع الساعة وهو فيروس كورونا وآخر المستجدات في مجال مكافحة هذا الفيروس الذي غير كثيرا من أسلوب حياتنا اليومية منذ ظهوره قبل حوالي العام ونصف العام. فنبدأ بخبر أجازة منظمة الصحة العالمية الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك الصيني المضاد لكورونا، ثم نتوقف قليلاً مع مراسل قناة الوسط في الجنوب ليطلعنا على تفاصيل ورشة العمل التي نظمت منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض للرفع من قدرات فرق الاستجابة السريعة بمنطقة الجنوب الليبي. وفي سياق متابعاتنا المستمر لمشاكل المواطنين الخدمية، ننقل معاناة المواطنين في منطقة مساعد من أجل استخراج جواز السفر، وإلى درنا التي تنتعش فيها لعبة الشطرنج العريقة وتشهد إقبالاً متزايداً بين أبناء المدينة. ثم نختم بالوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه أهالي تورغة في مسار العودة إلى بلدتهم. المراكز الصحية أبو سليم تغلق أبوابها، وأطباء مصراتة يحتجون. بطولة أفكاري للشطرنج بدرنا. أجازت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك الصيني المضاد لكوفيد 19، وأوصت لجنة خبراء اللقاحات في باستخدام هذا اللقاح الذي يعطى على جرعتين تفصل بينهما فترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع لجميع من تجاوزوا 18 عام. هذا ويعد إقرار المنظمة لاستخدام الطارئ للقاح إشارة للجهات الرقابية الوطنية بخصوص سلامة المنتج وفعاليته، كما سيسمح بإدراج اللقاح في برنامج العالمي لتوفير اللقاحات بشكل أساسي للدول الفقيرة. في خطوة منها للرفع من قدرات فرق الاستجابة السريعة حول فيروس كورونا بالمنطقة الجنوبية، نظمت منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ورشة عمل استهدف فيها قرابة 60 عنصر طبي بالجنوب. مراسلنا رمضان كرمفودة والتفاصيل. بهدف الرفع من قدرات فرق الاستجابة السريعة حول فيروس كورونا بالمنطقة الجنوبية، نظمت منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وبدعم من المبادرة الانتقالية ورشة عمل استهدفت قرابة 60 عنصر طبي بالمنطقة الجنوبية. افتتحنا ورشة عمل لتدريب فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمنطقة الجنوبية بالتعاون مع إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. دورة تستهدف 60 مشترك مقسم إلى مجموعتين خلال 4 أيام القادمة. التدريبات والتي استمرت لمدة يومان على أيادي كوادر وطنية متخصصة تضمنت كيفية تشكيل فرق الاستجابة السريعة إلى جانب رصد حالات كوفيد-19 وكذلك متابعة الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا وما هي طرق التعامل مع الأشخاص المصابين. فرق الاستجابة السريعة كيف تتشكل؟ الرصد بالنسبة لكوفيد-19، متابعة المخالطين، كيفية التعامل مع المرضى يعني عندهم يطلع بوزيتيف او حالات إيجابية لمرضى كورونا. هل هذه الدورات ستسهم في مكافحة جائحة كورونا بالمنطقة الجنوبية بالتزامن مع انطلاق التطعيمات ضد كوفيد-19؟ رمضان كرنفودة، دبليو تي في، سبها.
أصدر عدد من مدراء المراكز الصحية ببلدية بوسليم بيانا حول تدني الوضع الصحي، مطالبين الحكومة بضرورة النظر في الأوضاع الحالية لهذه المراكز. في بلدية بوسليم اليوم تم عقد اجتماع طارئ مع المستشفيات العامة الخضراء والحوادث وإدارة الخدمات الصحية في بلدية بوسليم لدراسة الأوضاع اللي تمر بها المستشفيات. طبعا البلدية من خلال الشكاوي وآراء المواطنين تدني مستوى الخدمات، تم التشاور مع مدراء المستشفيات. تبين لنا أن من خلال من شهر 8/2020 لم المستشفيات العامة لم تستلم أي معدات أو تجهيزات أو مواد مشغلة خاصة ب المترددين على المستشفيات، وطبعا هذا يندر بمؤشرات خطيرة. عملية الإقفال واردة، العديد من الإجراءات الإدارية والمالية والفنية داخل هذه المستشفيات متوقفة. تم مخاطبة العديد من الجهات وبالخص الإمداد الطبي، الجهة المسؤولة ووزارة الصحة وحتى الجهات الرقابية تم وضعها في الصورة. اليوم اجتماع تحضيري وغدا سيكون اجتماع شامل لعمداء بلديات طرابلس، 13 بلدية، رفقة كل المستشفيات على المستوى القروي أو حتى المستشفيات السيدية لدراسة الأوضاع، وسيصدر بيان شامل لكل المعضلات والمشاكل التي تواجه المستشفيات. رسالتنا كعميد بلدية أن هذه المستشفيات يجب أن تولي حكومة الوحدة الوطنية وبالأخص وزارة الصحة الاهتمام بها باعتبار أنها بيت الفقراء كل المحتاجين، في وضع استغلال القطاع الخاص للأسعار وعدم التزام وزارة الاقتصاد بوضع تسعيرة مناسبة لكل القطاع الخاص. الهجرة العكسية سواء من العناصر الطبية والطبية المساعدة للقطاع الخاص بالتأكيد له دور أساسي وأدى إلى تدني في الخدمات الطبية داخل هذه المستشفيات. غدا سيكون هناك اجتماع سيتم دراسة كل هذه النقاط وسيصدر بيان شامل من عمداء بلدية طرابلس وسوي حال إلى كل الجهات الرقابية ومجلس الوزراء ووزارة الصحة. مشاهدينا فاصل ونتابع هنا ليبيا. مشاهدينا بالعودة لتدني الأوضاع بالمراكز الصحية في أبو سليم، ينضم إلينا عبد الرحمن الحامدي عميد بلدية أبو سليم. مرحبا أستاذ عبد الرحمن، بداية نبي نسألك ماذا تحتاج المراكز الصحية في نطاق أبو سليم؟ هو للتصحيح ليس المراكز الرعاية الصحية في بلدية أبو سليم وإنما في عموم ليبيا فيما يخص في المستشفيات العامة. كان هذا الاجتماع ضم مدراء إدارات العامة لهذه المستشفيات الخضراء والحوادث ومستشفى القلب وبعض المندوبين على المستشفيات الأخرى حتى المستشفيات القروية، بالإضافة إلى حضور النقابات التخصصية وإدارة الخدمات الصحية في بلدية أبو سليم. طبعا دراسة الأوضاع، نقص كل المشغلات والمستلزمات الطبية الخاصة بإدارة هذه المستشفيات منذ شهر أغسطس لسنة 2020 إلى غاية اليوم لم يتم توريد أي معدات أو مستلزمات أو مواد خاصة بتشغيل هذه المستشفيات أو صرف أي ميزانيات لهذه المستشفيات. طبعا من خلال حتى الزيارات الميدانية شاهدنا بعيننا بعض أصحاب الخير وبعض الجهات الخاصة تقوم بدعم هذه المستشفيات ببعض المستلزمات. الأمر يندر بحدوث كارثة وحتى بإخفال هذه المستشفيات، ونعرف أن الوضع الصحي متدهور في أساسه وخاصة في ظل جائحة كورونا. طبعا كان معنا بحضور عمداء بلديات طرابلس، كان هذا الصوت من خلال القنوات العالمية لإيصال هذه الاحتياجات. تم التواصل مع وزارة الصحة بالخصوص من خلال المستشفيات وجهاز الإمداد الطبي وكذلك الأجهزة الرقابية، وبالأمس تواصلت شخصيا مع عضو مجلس النواب المسؤول عن الملف الصحي ووضعته في صورة بخصوص ما آلت إليه المستشفيات. طبعا ارتفاع الأسعار في القطاع الصحي الخاص وعدم وجود ضوابط وأسعار تحدد الأسعار لدى العيادات الخاصة، المواطن البسيط يلجأ إلى هذه المستشفيات ضرورة دعمها وعدم إيقاف عنها الميزانية، وهذا من خلال مذكرة شارحة سيتم التوقيع عليها من كل الأطراف وحالتها إلى رئيس الحكومة لوضع هذا الملف من ضمن الأولويات والاهتمام اللي تهم المواطن واللي تعتبر خدمات يومية.
نعم. طيب سيد عبد الرحمن، حضرتك قلت أن تدني الأوضاع هذا ربما يؤدي للإقفال، يعني هل الإغلاق هو الحل؟ الإغلاق ليس حل، ولكن عندما غرفة العناية مريض تحت العناية يحتاج إلى جلفز، مجرد أبسط شيء يعني جلفز غير متوفر في هذه المستشفى. نعم. مواد تعقيم، مواد مخدرة، كيف لدكتور تبي يتحمل مسؤولية طبية وإنه بيجري العملية من غير جلفز أو يجريها من غير مواد مخدرة؟ فبالتأكيد بيضطر أنه بيقفل. نحن ليس مش مع الإقفال، ولكن كان ما فيش مواد تشغيلية كيف المستشفى بيشتغل؟ تم دعم هذا المستشفى عن طريق أصحاب الخير، عن طريق القطاع الخاص، من بعض الجهات، ولكن لن يستمر بهذه الكيفية. نعم. طيب هل تواصلت معكم جهات مختصة لحل هذه المشكلة؟ غدا في زيارة رسمية لنائب رئيس الحكومة إلى بلدية أبو سليم، بيتم دراسة العديد من الملفات، وستكون الأولوية وضع المستشفيات العامة. طبعا حديثنا ليس على مستشفيات أبو سليم فقط، ولكن نعم. حتى شرع الزاوية مستشفى في نطاق طرابلس يعني. وحتى المستشفيات خارج المناطق، بالإضافة لبعض حتى الإجراءات الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالكوادر الطبية والطبية المساعدة لازالت متوقفة. هناك عقود موقعة منذ سنوات عديدة، منذ 3 سنين أو سنتين، وحاليا يشتغلوا وبدون أي مقابل مالي. تسوية الأوضاع الموظفين والكوادر الطبية والطبية المساعدة يجب أن يكون فرق مجابهة كورونا، صرف مستحقاتهم، صرف رواتبهم المتأخرة، توفير المستلزمات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا. طبعا احنا نعتبره الخط الدفاعي الأول في مجابهة فيروس كورونا. الاهتمام بهذه الشريحة يجب أن تعطيه الحكومة أولوية. نعم. طيب هل خطبتم الجهات المسؤولة في السابق طبعا نحكي، وشنو كان ردهم؟ طبعا تم مخاطبة الجهات المسؤولة عن طريق إدارة المستشفيات، وكان في لقاء شخصيا مع وزير الصحة ووضعتها في الصورة، وطلبت منها شخصيا زيارة المستشفيات، وبالأخص زيارة مستشفى الحوادث والخضرة في بوسيم، والوقوف على هذه على الاحتياجات. نعم. وحاليا سيتم إعداد مذكرة، هيئة الرقابة الإدارية لديها علم، وتم إعداد مذكرة شارحة من إدارة المستشفى من أحد المستشفيات وتم إحالتها. حاليا سيتم إعداد مذكرة شاملة بكل هذه المطالب وبكل هذه الصعوبات وإحالتها إلى كل الجهات المختصة، طبعا بالأساس وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي وهيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الحكومة ووزارة الحكم المحلي. سيد عبد الرحمن، في حالة عدم الاستجابة لكم، ما هي خطواتكم القادمة؟ هل في أي خطوات غير الإغلاق طبعا أو غير ليست الأقفال؟ بخطوات، ولكن نحن هذه تعتبر أولى خطوات. وضعنا المواطن الكريم في الصورة، ووضعنا الجهات المسؤولة في الصورة. لن يتحمل أي شخص، سواء عميد بلدية أو مدير مستشفى أو حتى مدير إدارة أو دكتور في أي مستشفى، إنما عندهاش مواد تشغيلية أو مستلزمات أو مشغلات طبية، وإنه يقدر يستقبل أي حالة. نعم. سيد عبد الرحمن الحامدي، عميد بلدية أبو سليم، نشكرك جدا على هذه المعلومات. نظمت نقابة أطباء مدينة مصراتة وقفة احتجاجية بخصوص تفعيل القرار 885 الصادر عن حكومة الوفاق الوطني عام 2019 بخصوص زيادة المرتبات الخاصة بالكوادر الطبية وفقا للدرجة العلمية الخاصة بهم. كما طالبت النقابة خلال الوقفة الجهات المختصة بتفعيل الملاك الوظيفي وتفعيل التأمين الصحي الخاص بالكوادر الطبية. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان نقابة أطباء مصراتة. تضامن مع النقابة العامة وجميع النقابات الفرعية بليبيا، نؤكد نحن العناصر الطبية والطبية المساعدة بمدينة مصراتة على ضرورة تفعيل القرار رقم 885 الصادر عن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني. كما نطالب حكومة الوحدة الوطنية بالنظر في مطالبنا والتي من ضمنها التأمين الصحي. دكتور أكرم محمد قليوان، أحد الكوادر الطبية العام التابعة لنقابة أطباء مدينة مصراتة. نسجل في هذا اليوم وقفة احتجاجية صباح الثلاثاء لتنظمها نقابة أطباء مدينة مصراتة. هذه الوقفة جاءت لتفعيل القرار 885 للعام 2019، وأيضا لضمان حقوق ومستحقات هذه الكوادر الطبية والطبية المساعدة منها في ربوع البلاد، وإرسال
الرسائل رسالة إلى جميع المسؤولين في الدولة الاعتبارية سواء التشريعية أو سواء الحكومة الليبية لأخذ بالاعتبار الدور الكبير اللي قوم به هذه الكوادر الطبية والطبية المساعدة في الدفع بالعمل الصحي وتأمين هذه الحقوق وتأمين الصحي لهذه الكوادر يعتبر حق غير مكرمة، وبالتالي نوجه هذه الرسالة مرة أخرى ونتمنى أخذها بعين الاعتبار. شهد مقر المنظمة الليبية للإغاثة اجتماعا تقابليا ضم مدير إدارة العمليات بالهيئة الليبية للإغاثة ومشرفي مخيمات تاورغا لحليس وقريونس والمدينة الرياضية ومخيم جدابية. هذا وتضمن الاجتماع استعراض الطلبات والمشاكل والعراقيل التي تواجه أهالي تاورغا في عودة طوعية إلى مدينتهم، وأهمها مشكلة المنازل المهدمة ومعالجة مشكلة النفايات ومخلفات البناء والكهرباء والمياه والصرف الصحي وتوفير المتطلبات والخدمات الصحية والبنية التحتية، بالإضافة إلى التعويضات التي أقرتها الحكومة، والعمل على التأكيد على توفير الأمن من أجل عودة آمنة. حول هذا الموضوع ينضم معنا رئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية سعد موسى العبار. مرحبا أستاذ سعد. بعد مرور 15 عام على تأسيس الهيئة الليبية للإغاثة يعني من عام 2006، ماذا قدمت محليا وعالميا باختصار؟ السلام عليكم، تحية لك ولمشاهدين الكرام، نشكركم على إتاحة هذه الفرصة. طبعا الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية كما ذكرت منشأة من عام 2006، كانت جهة مانحة قبل أحداث فبراير 2011، فخلال من 2006 ل 2011 قدمت مساعدات خارج الدولة الليبية، منها العديد من المساعدات، منها لبنان، حرب لبنان 2006 كان داعم كبير من الهيئة الليبية للإغاثة ومتمثل في دعم الدولة الليبية، ولكن يقدم عن من الجهة المختصة وهي الهيئة الليبية للإغاثة. ففي لبنان 2006، كذلك غزة في 2007 و2009، بنغلاديش، عديد الدول التي حصلت فيها الكوارث سواء طبيعية أو الحروب وغيرها. كذلك أفريقيا، كانت هناك جسور جوية مستمرة للدول الأفريقية المنكوبة بدعم من الهيئة. بعد 2011 أصبحت الهيئة تخدم داخل، للأسف داخل الحدود الليبية، وهو الاهتمام بالنازحين جراء الاشتباكات والحروب المتتالية منهم تاورغا وغيرها، يعني الحروب اللي مرت بين ليبيا إلى الآن. فالهيئة تقدم في مساعدتها للناس المتضررة من هذه الأوضاع الكارثية، يعني نقول الهيئة شعارها بسيط، هو تقديم المساعدات للفئات الأشد ضعفا في المجتمع، هذا شعار الهيئة وهذا ما تقدمه الهيئة. طبعا في هذا الصدد ننوه ان الهيئه منذ 2012 لم تستلم ميزانيه مخصصه من الدوله، مخصصه لكونها احد الجهات التابعه للدوله، لم تستلم ميزانيه مخصصه للصرف على المساعدات، بل الهيئه تضرب في اتفاقيات مع المنظمات الدوليه مثل برنامج الغذاء العالمي وكذلك المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين ومنظمة أكتد والهلال الإسلامي، ومن ضمن هذه الاتفاقيات هو تقديم المساعدات لهم النازحين والمهجرين والمتضررين. طيب هل سيقتصر يعني عملكم على نازحين تاورغا في المنطقة الشرقية فقط أم على مستوى ليبيا؟ طبعا الهيئة تشتغل على مستوى ليبيا بالكامل، لها فروعها إدارتها العامة في مدينة بنغازي ولها فروعها في كافة المدن الليبية وفيها مكاتب ومندوبين تابعين للمكاتب والفروع. بخصوص موضوع تاورغا، حكومة الوحدة الوطنية بعد اجتماعنا مع وزير المهجرين السيد الدكتور بوخزان أصدر تكليف للهيئة بخصوص إعداد خطة متكاملة لعودة تاورغا،
فمن هذا المنطلق عقد اجتماع طارئ بإدارات الهيئة ومكاتبها وفروعها، وعدينا خطة بشكل مستعجل قدمناها للحكومة فيها ما يتطلب العودة الطوعية لنازحي تورغا في من كامل المدن الليبية. والآن الخطة قدام حكومة الوحدة الوطنية تنظر فيها، يمكن في أسباب بعض الأسباب اللي هي تعطيل الميزانية وهكذا، تعطيل صرف الميزانية يمكن هو اللي مؤثر في تنفيذ الخطة. نعم. طيب هناك أزمات سيكون حلها على المدى البعيد، كيف سيكون دور المنظمة فيها؟ طبعا الهيئة تهتم بالجانب الإنساني، هذا موضوع لازم يفهموه الجميع. يعني لو أن في تعويضات في أي إجراء من الدولة يعني مش من صلاحية الهيئة بالجانب الإنساني، أن النازح اللي كان في بنغازي أو في سبها أو في طرابلس يعود إلى تورغا ووفروا له بعض السبل البسيطة لأن يرد لمسكنه أو نعطوه أي طبعا الكلام هذا كله بدعم من المنظمات الدولية وكذلك من الدولة، أن يرد لمسكنه ويقدموا له. طبعا الهيئة تهتم بالنازح سواء هو نازح في خارج منزله أو حتى في العودة، في بعض المساعدات تقدم يقول لك نازح وعائد عائدون نحن نقول فيهم تقدمون في مساعدة معينة. نعم، نشكرك جزيل الشكر سيد سعد موسى على هذه المعلومات. إلى مساعد، حيث يعاني أهالي البلدية والمناطق المجاورة لها من صعوبة في استخراج جوازات السفر، خاصة بعد توقف قسم الجوازات عن التصوير بموجب قرار في المصلحة من المصلحة، ما يضطرهم للسفر عبر الطرق المتهالكة ودفع تكاليف عالية نظير ذلك. عندنا ملفات من حوالي من 2018 في الإدارة، الآن تو 15 صورنا، عندنا ناس مرضى، عندنا ناس تبي تسافر، عندنا ناس يمشي للعمرة حج مثلا، ما فيش جواز سفر، جواز سفر من حق أي مواطن يمشي به يجي به، لأن ما حدش يضمن حياته في أي وقت يدير حياته حاجة يشلوه. لذلك نطلب من الله أن يوفقنا الله، وكل منطقة احنا عدد قرى في منطقة شرقية، كل يوم قرية معينة أو منطقة معينة تدير جوازات اليوم المدينة فلان البردي بساعد قصر شادي بردسة بس عزيز عشان الناس ما تزدحمش، ونطلب من الله أن يكون كامل الجهود المجهولين في هذه المنطقة أو الجوازات بالذات، يعطيهم الله الصبر ويعطيهم الله الحملة للمواطنين. احنا كلنا رضا مرضى وكلنا كنا نعانوا، كنا نبغى نسافر ونعين الروح، ونطلب من الله أن الواحد يعني ليبيا على بعضها بإذن الله تكون يد واحدة، ونمشوا ونعينوا في أي منطقة نحبوها في ليبيا. عندنا أصحاب في الغرب وعندنا أصحاب في الشرق، نزورهم ويزورونا متشكرين. بارك الله فيك ورحمة الله والدين. أنا من 2014 أنا عالج، كان طبعا نمشي بجواز السفر الخضر هذه، أنا نمشي به لأي العلاج كله في تونس نمشي. لما داروا الجواز السفر الإلكتروني طبعا ما صعبة أنك تطلع إلكتروني وبتقارير، وكل من جيه أنا عندي بساعة يقولوا ما زال ما فيش إمكانية أني مثلا نمشي للطبرة أو نمشي. حاليا قالوا لي في جابوه نبي سيارة توديني نبي حد يسوق بيا نبي مثلا حتى فلوس نمشي بيا، الأغلبية كلها معاشات تحوين تحويلات أو كذا. المهم اني نمشي بدر جغبوب او نمشي لكذا ما فيش امكانيه اني توديني جغبوب ندير جواز سفر. وهذه المشكله تواجه فينا فعلا، مشكرنا يعني في مي والوف نفسي تقارير بجميع ملهم يعني. فالمفروض ان ترونا حل في المشكله هذه، مشكله جوازات السفر انه في مساعد تكون قريب منا وننهي المشكله هذه. يعني بدل ما نمشي جغبوب او نمشي لاي مكان بعيد اخر يكون قريب مني انا وننهي مشكلتي هنا قريب، وخصوصا لجميع المرضى. نحن رانا مرضى نعم، عندي ورم وعندي تقاريري وعندي من واحد ما عادش حد واحد تبلع على نفسه. نحن الحاجات هذين موجودات عندنا، ونتمنى المسؤولون يحلوا لنا المشكله. في درنا بدات لعبه الشطرنج تاخذ اقبالا ملحوظا من سكان المدينه، خاصة بعد عدة مسابقات ومنافسات لهذه اللعبة، حيث أقام الاتحاد الفرعي للشطرنج عدة بطولات للعبة، كان من بينها بطولة أفكاري والتي ضمت عدة لاعبين من مدن شرق وغرب وجنوب ليبيا. مراسلنا إبراهيم يصحبنا إلى أجواء هذه البطولة في سياق هذا التقرير. بفندق لولوة درنا انطلقت مسابقة أفكاري للشطرنج والتي ضمت عدة اتحادات رياضية من مدن ليبية مختلفة. طبعا المشاركين عددهم 60 لاعب، فيهم 53 لاعب مصنف دولي،
طبعا المشاركين معنا من جميع أنحاء ليبيا، يعني من 10 اتحادات فرعية، من جدابية، من المارج، من بنغازي، من بيش عدنا ننسى، من طبرق، جميع اتحادات. حاليا اليوم بدأت الجولة الأولى ومازال متبقي 6 جولات، طبعا نظام كلاسيكي، نظام طويل. هذا المتسابق مثلا جاء من مدينة بني وليد للمنافسة على اللقب، وجايين نشاركوا في هذه البطولة، وتعتبر بطولة أفكاري، قصدي عدد لا بأس به من اللاعبين الدوليين متواجدين، ومنافسة قوية، وإن شاء الله لكل مجتهد نصيب في هذه البطولة. الاستفادة الأبرز كانت للاعبين الناشئين الذين سيستفيدون فنيا من هذه البطولة، وهدف البطولة هذه نشر لعبة الشطرنج، لأن لعبة الشطرنج لعبة فكر ولعبة عقل، ويستفيدوا منها الأطفال والشباب. يعني حتى عندنا ما شاء الله، يعني حتى البطولة هذه أنا فرحت، أنا لقيت شباب واجد ناشئين، أنا نحب الناشئين لما يقدروا يلعبوا الناشئين، هذه بالنسبة لنا هو المكسب اللي نبونه احنا. مثل هذه البطولات ستساهم بشكل كبير في نشر لعبة الشطرنج، لعبة العقل والذكاء، لما لها من فائدة ذهنية لمن يمارس خططها واستراتيجيتها. إبراهيم غضبان، WTV، درنا. مشاهدينا، انتهت حلقة اليوم، لقاؤنا يتجدد غدا بحول الله، دمتم في رعاية الله.